السلام عليكم قناة أشواق، مرحبا بكم في محل زيو كوفي. معكم زكريا باريستا. لي برودوي اللي جبنا اليوم في رمضان هما هاد لي سموتي وهاد العصائر اللي طبيعية، والحمد لله بقات إقبال عند الناس. وكيف ما تتشوفوا هاد العصائر الطبيعية دي في شهر رمضان هذا، الحمد لله هاد المشروبات هادي من كثرة ما الناس الحمد لله بغاوها، انا اضطريت اني ان شاء الله غادي نخليها حتى يعني في هاد الصيف كامل تبقى بهاد المنتوج، غيبقى بحال هكا بهاد لاكونتيتي يعني ديال الايترو. والحمد لله الاثمنه حتى هي راه جد مناسبه للجميع. مكونات هما يعني فيهم بعض الخضر وبعض الفواكه. كاين اللي كيجي كيسولك قبل ما يقول، كيقول لك شنو غادي يكون في هاد المشروب هذا، كتعطيه شنو فيه. وكاين اللي كتكون عنده حساسيه من بعض اللي فروي، كتحاول انك تتفاداه ما تديرهاش. والحمد لله يعني لقات اقبال عند الناس الحمد لله، وهذا الشيء اللي هادشي هو اللي تحفزنا الحمد لله حنا نزيدوا نخدموا ونزيدوا يعني نزيدوا نعطوا. هذه في رمضان طبيعيه 100%. اما فاش يلاه حليت قبل كانوا بعض لي برودوي عندي اللي كيف ما يعني العالم كامل تيخدم بهم على هادو طبيعي. الفواكه والخضر وهي تقاليد وثقافه ديالنا حنا، يعني اي ميده كتكون في الفطور تيكون فيها العصير. وزعما قلت سهل، علاش ما نسهلش على الناس الحمد لله بهاد المشروبات هادي. واللي زاد اللي زاد اللي زاد شجعني الحمد لله وزاد فرحني انا ما نكذبش عليك. والواحد كي ياخذ مشروب من بعد يعاود يتصل بيا ولي يهضر معايا، يعني تقول لي تبارك الله عليك مشروب مزيان، وكيعاود يرجع. وهذا هو زعما هذا هو هادشي اللي بغيت انا الحمد لله. يعني واحد كي يجي عندك وياخذ واحد المشروب ويعاود يرجع، هذا الحمد لله راه بالنسبه لي انا شرف كبير لي الحمد لله. الناس تدخل مشروب وتعاود ترجع الحمد لله. انا الناس ثقه في انا، راك كتعرف انا راه كنت مشرف الدوره التكوينيه، انا كنت في المغرب كامل الحمد لله، كنت البصمه ديالي كانت في هذا المجال هذا. والحمد لله هذا هو اللي خلاني انا جيت حليت محلي ديالي هنا في اسفي، قربت الساكنه ديال مدينه اسفي. الحمد لله كون ما كانوش ثقين فينا الناس راه ما غاديش راه سول الناس هما يقولوا لك الحمد لله. بصح الحمد لله بالنسبه لي حتى الناس صحابي تيقول لي بلي الاثمنه مناسبه. انا درت اي 20 درهم يعني راه مناسب للناس، يعني خالي كاع من المواد الحافظه. ولا تمشي تاخذ وانت برودوي انت من شي محل ولا شنو، يعني كتاخذ عصير طبيعي وبثمن مناسب. والحمد لله ان شاء الله دابا قررت ان هاد المشروبات هادي غادي نخليها للصيف كامل ان شاء الله بحال هكا غتبقى هاد المنتوجات. كتعرف كيكون الجو حار شويه في الصيف، وقلت علاش ما نخليش هاد المشروب هذا بحال هكا للساكنه ديال مدينه اسفي. رمضان مبارك هذا ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه، وان شاء الله اللي في قلبه شي حاجه ديال الخير ربي يوفقها لي. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.